سايق. عمرك سايق؟ ايه. قرب لحدي. جاد؟ لما تصير كبير شو بدك تعمل؟ بصير كبير 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 كبير؟ نعم؟ بصير كبير؟ دول ليمونادة. بدك تعمل ليمونادة؟ ايه. ليش بتعرف تعمل ليمونادة هلا انت وصغير؟ ايه بالي. بالي. ليش ليمونادة؟ بيعها بس بمصاري. بتعمل ليمونادة وبتبيعها بمصاري؟ ايه. ليمونادة تبعيتك طيبة؟ ايه. بتدوقني اياها؟ ايه. يلا تعال نقوم. قلت لي بدك تعمل انت ليمونادة تبعيتك اي وحدة؟ هيك؟ ايه. اوكي. هيدي انت عملتها؟ ايه. إذا قدرت تدفع. شو بدي أعمل؟ إذا قدرت تدفع. إذا بدي دوقة حق الليمونادة بدي أدفع؟ إيه. قدي حقها هاي؟ حقها؟ أربعة. أربعة شو؟ أربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. 4000؟ إيه. ما غالية. ما توفي معي. نعم؟ ما توفي معي. ما بتوفي معك؟ إيه. بدي مصاري. ما بتوفي معك غير ب4000 ليرة؟ ايه. طيب شو بدنا نعمل؟ طيب ليش بدي معي مصاري؟ 4 قلت لي. ايه. 1 2 3. نص كباية. نص كباية ب3000؟ ايه. يعني بشرب شوي وبوقف. لا، خليك شوي. خلي شوي. قد ايه بخلي الألف ليرة يعني؟ لازم لازم اترك لك هالقد؟ ايه. بس طيبة أو ما طيبة؟ هاي دور 3000 ليرة. وفت معك؟ وفت معي. طيب أنا هلا بدي بيعك ليمونادة. ما بدي أشربك كلها، أنت عاملها. يلا شوف، هاي الليمونادة. بعد شو؟ خلص. حطينا حامض، شو بعد بعمل؟ السكر. حط سكر؟ ها هيك؟ ايوه. يلا هاتيني 4000. شو؟ 1000 وحدة، بس وحدة. لكن بيطلع لك بس كرعة وحدة. ايه. كرعة مش كلها؟ لا. دوق الليمونادة تبع مالك. ايه. شوف لي إذا طيبة. حمضة. شو؟ حمضة. ما طيبة؟ ادلي الألف. نعم؟ ادلي الألف. بردلك الألف؟ ايه. ليه ما طيبة؟ شو بيك؟ رجعلي رجعلي رجعلي. نعم؟ رجعلي. رجع لك شو؟ المصاري اللي دفعت لك اياها. ليه بدي رجع لك اياها؟ والله طيبة اصلا. طيب. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.